حيث تعود للواجهة من جديد قضية الرائد علي المالكي الذي ألقى القبض على معمم إيراني حاول تهريب مادة الزئبق بحسب شرطة البصرة، والذي بدوره أي الرائد علي المالكي ألقي القبض عليه بتهمة التشهير وسوء المعاملة للمعمم الإيراني. تعود هذه القضية مرة أخرى بعد تصريحات مثيرة لواثق البطاط على إحدى المحطات التلفزيونية. البطاط قال: والله سوف أفتح أبواب الجحيم عليهم ويصير القتل كما قال في الشوارع بحال مسني أحد منهم أي الحكومة، وذلك تعقيبا على تصريحات حول اعتقاله من قبل قائد شرطة البصرة. دعونا نشاهد تهديد واثق البطاط زعيم ميليشيا جيش المختار. والله العظيم افتح عليهم ابواب الجحيم وحق الحسين الشهيد. زين؟ ويصير القتل بالشارع، والله وبالله وتالله، يصير قتل بالشوارع هيك شرطي جندي هيك يصير يعني كارثه، يدخلون بمشكله ما يخلصون من عندها ولا يطلعون من عندها، والله العظيم والنبي الكريم. لان انا جاي احكي بلسان المنطق وجاي احكي بمنتهى الادب ومنتهى الاخلاق وجاي انبههم الى اخطائهم والى جرائمهم والى مشاكلهم، وهم المفروض انهم ينتبهون لهذه القضيه. اما يستخدمون القانون كعصا لضرب الحق، والله العظيم نضربهم وندمرهم ونرجعهم 10 قرون لورا. زين؟ وهم هسه لربما ما يدرون انه هم اللي يجون يراونهم هاله بيضاء ويراونهم طريق اخضر ويقول لهم يابا ترى ماكو شيء وكذا، والقضيه بسيطه والقضيه تنتهي، والله العظيم لا تنتهي، ويفتحون على نفسهم ابواب الجحيم. تهديد صريح ووعيد واضح للقتل والإرهاب علنا وعلى شاشات التلفاز.